ايه يا باشمهندس تقدر تصمم بيها الاعمده؟ هنقولهم مع بعض. هم 4 طرق، تمام؟ كلهم كويسين جدا. اول حاجه انك تخلي الايتاب، ايتاب باستخدام الايتاب، الايتاب هو اللي يصمم لك خلاص يا هندسه، يعني هو هيصمم لك وهيطلع لك نسبه التسليح اللي انت هتحتاجها والكلام ده، خلاص. طيب تاني طريقه انك تخلي الايتاب بقى يا باشمهندس مش يصمم لك، انت هتدي له قطاع بتسليح، خلاص. يعني انت دلوقتي مدي له كده كده قطاع، هروح افرض تسليح، خلاص، يبقى الايتاب برضه، ولكن هتكون حاجه ديت اسمها ايتاب ديزاين، ودي اسمها ايتاب اتشيك. هدي للايتاب هنا تسليح وهقول له شيك لي، انا مثلا معايا قطاع 20 في 45 هحط فيه وليكن 1%، يعني 6 سياخ مثلا في 14، تمام. راح اقول له والله العمود اللي معاك ده بالقطاع ده بالتسليح ده يقدر يتحمل الاحمال اللي جايه عليه ولا لا، خلاص. يعني هو بيروح يحسب الكباستي، وتعلمنا ازاي قبل كده نحسب الكباستي، خلاص، ومعانا شيتات بتحسب الكباستي، خلاص يا هندسه. طيب بالقانون طبعا بتاعنا، قانون تصميم الاعمده القصيره، عادي ما فيش اي مشكله، ولكن هتدي له بقى، يكون بيبقى عندك مجهولين، حديد وخرسانه، هتدي له الحديد والخرسانه، هيديك البي التيميت، هو ده الكباستي، خلاص. طيب تالت طريقه يا باشمهندس، تمام، اللي استخدمناها في المشروع الاول ودي طريقه كويسه جدا، وهي الاكسل، استخدام الاكسل. هطلع الاحمال من البرنامج واروح باستخدام شيتات اكسل بمعادله تصميم العمود اصمم واطلع واطلع القطاعات وكل حاجه، تمام. طيب لما كان بيبقى مع في المشروع مثلا الاول يا باشمهندسين، او في اي مشروع في الدنيا، احنا بيبقى معانا مثلا قطاعات اعمده كتير زي ما انت شايف كده، تمام. بنروح ننمزجهم، بنعمل حاجه اسمها نمزجه، خلاص، يعني بنختزل الكلام ده في حوالي 4 5 نماذج، ونعمل جدول عين واحد عين اتنين عين تلاته عين اربعه عين خمسه، تمام. وايه ومثلا وليكن خمس، كل 5 اعمده ايه نموذج كده يا باشمهندس، تمام. يعني مثلا انت عندك وليكن عمود واحد 20 في 45، وعندك 5 اعمده 20 في 55. بدل ما اعمل نموذج واحد احطه في الجدول اسميه عين واحد 20 في 45، لا، هروح اقرب ده لهنا يا باشمهندس، واقول يبقى انا عندي 6 نماذج 20 في 55، ده اسمه النمذجه عشان سهوله التنفيذ يعني، خلاص. وممكن ننمذجها باستخدام الاحمال، يعني نقول من طن ل 50 طن، تمام، ياخد عين واحد، من 50 طن ل 100 طن تاخد عين اثنين، هي دي اسمها النمذجه باختصار يعني، ده اللي احنا عملناه في المشروع الاول، تمام. اخر طريقه بقى يا باشمهندس باستخدام الايتاب برضو، ولكن هو اللي هيعمل لي النمذجه دي، خلاص يا باشمهندس، زي اللي احنا كنا بنعمله على شيت الاكسل، نصمم وبعد كده نروح ننمزج، وكذلك هنا برضو هننمزج، خلاص يا باشمهندس. بخلي الايتاب بقى هو اللي ينمزج لي بنفسه. يعني ايه يا باشمهندس؟ انا بفرض له قطاعات، بفرض له قطاع 20 في 45 20 في 55 20 في 65 20 في 75، واقول له يا عم الايتاب اختار لي انت، اختار لي انت العمود اللي ينفع للقطاع ده، تمام. يعني مثلا هتدي له ال4 قطاعات دولت وليكن، ولا 5 قطاعات، تمام. هيروح يشوف، والله العمود ده هو اللي هيشوف بنفسه، العمود ده ياخد قطاع 20 في 45 بناء على الاحمال اللي عليه، تمام. العمود الداخلي ده مثلا لا، ده احماله كبيره، تمام، ده ياخد ايه قطاع 20 في 45، يمزج لك بنفسه يعني، خلاص. هنتعلم الطرق دي كلها ان شاء الله، واقول لك ايه الطريقه الاسهل. طبعا احنا جربنا الطريقه دي في المشروع الاول، ولكن هنبص عليها برضو على السريع، خلاص. اول حاجه الايتاب ديزاين.